السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثالثه من لعبه ديمون سولز. لكم من يبدا تضغط زر السبسكرايب، وشكرا شكرا لكم من كل قلبي على دعمكم بالحلقات الماضيه. يعني صراحه دعمكم جميل، وانا عارف بكل حلقه اقول شكرا عشان والله يعنيها. شكرا، دعمكم جميل صراحه، وتعليقاتكم كمان جدا جميله، والله هذا الشيء يعني يعني لي كثير. فمن كل قلبي شكرا لكم، اتمنى توصلوا دعمكم. خلونا نكمل باللعبه الجميله جدا ذي، بسم الله. طيب زي ما انتم شايفين انا معايا 11000 من الارواح. خلونا اوريكم ايش قاعد اسوي صراحه. هذه من الالعاب يعني اللي زي ما تقولوا ايش لازم صراحه العبها يعني من غير ما اصور يعني عشان اقوي نفسي، عشان صراحه ما اتعب وانا اسوي الحلقه. عشان اكون صريح معاكم، الحلقه الاولى من اللعبه دي ممكن عدتها مرتين صراحه، يعني ما هي راضيه تزبط الحلقه بغير قاعد اموت. والحلقه الثانيه كم مدتها؟ كم 24 دقيقه اظن، صدقوني طول المقطع كان يمكن ساعتين. فهذا يوريكم يعني مقطع ساعتين والحلقة طولها 24 دقيقة، يعني هذا يوريكم انه قديش انا كنت قاعد اعاني باللعبة صراحة. اللعبة جدا جدا صعبة، انا كنت عارف انها صعبة صراحة، بس لكن مو قد كده يعني ما شاء الله مرة صعبة، بس لكن ان شاء الله ما عليكم راح اقدر عليها. فكنت تقريبا يعني اكتشفت صدقوني من نفسي يعني مكان هنا افضل مكان صراحة انك تجمع فيه ارواح. خليني اوريكم ايش قاعد اسوي. شوف دحين معاه 11000. اجي هنا اخوان هالمكان ده، بدأت انه كمان اللودق ما شاء الله سريع بالبلايستيشن 5. شوفوا كيف اجي على المكان ذا. خلوني اوريكم ايش اسوي. اقتل اثنين ذول اللي هنا، خلوني اوريكم بس. يعني صراحه شباب اي احد يلعب لعبه ديمون سولز انصح بالمكان ذا انه يجي ويسوي زي ما انا قاعد اسوي. الواحد من هذول لما تقتلهم عارفين يديك تقريبا 400 من الارواح، فصراحه الشيء مره مره حلو. عارفين كيف عندي كذا، فشوفوا كيف، شوفوا الواحد كم الدين. فقاعد اسوي الشيء ذا صراحه يعني لي تقريبا كم لي 10 دقائق ممكن صدقوني، وشوفوا قديش جمعت. فصراحه الشيء مره مره حلو، شايفين الواحد فيهم يديك 400. سوي الشيء ذا ورا بعض، شوفوا كيف. حتى مواجهتهم صدقوني ما هي مره صعبه. اوكي اخر ضربه، يا سلام. ولو كمان فوق ذا يعني لما تقتلهم يدوك من الاعشاب دي اللي تعالجك بشكل كبير، يدوك اثنين. شوف انا كم صار معايا ما شاء الله 50. ولو كمان يعني في يعني زياده، بس لكن زي ما تقولوا ايه زي يعني زي الشنطه، يعني لما اموت تجيني من جديد يعني بالخزنه زي شيء زي كذا. فبس قاعد اسوي زي كذا عارفين كيف، يصير خلاص بعد ما اقتلهم اجي هنا عارفين كيف. يعني الاثنين هذول تقريبا دوني 1000، وسوي كذا خلاص شايفين. يعني صراحه سويت الشيء انا هذا احنا ثاني مره اسويه، فشايفين ارجع اسوي نفس الكلام صدقوني شيء مره مره حلو. فدحين خلينا نرجع قبل ما نكمل باللعبه، خلينا نرجع نقوي نفسنا. صراحه سويت الشيء ذا وجمعت كم اظن 11000 من الارواح، وحطيتها كلها صراحه بالقوه عارفين، عشان صراحة أنا برأيي أهم شيء باللعبة ذي إنه يعني الضربة لما تضربها الضرر حقه يجي عالي، يعني أهم شيء صراحة باللعبة ذي. بعدين ممكن يجي الهيلث. دحين صراحة بقية هذه الأرواح راح أحطها كلها بالهيلث، ما أدري صراحة قديش مدى نزود. يا سلام. طيب صراحة شوف كلها أحطها بالهيلث، شايفين القوة ما شاء الله 24. والله ما ادري احطها بالتحمل كمان ممكن، والله شوف اني احطها بالتحمل. خلونا نقص كمان قوه حبه، لا خلونا نخلي القوه يعني الحياه قصدي 17 اعتقد كذا تمام. ها وقوه التحمل اللي هي استمنة 16 اعتقد كذا خلاص احنا بالسليم. الاشياء الباقية صراحة يعني ما ادري، ما اعتقد انها مهمة بالنسبة للبيلد اللي قاعد ابنيه انا، يعني يعني المقاتل حق يعني ما ابغى يكون يعني فنان بالسحر والحظ والاشياء ذي، فما راح اعتمد عليها. فاللي راح اعتمد عليها انا يعني بشكل كبير، واللي راح اركز عليها اللي هي القوة والتحمل والحال. الاشياء الباقية صراحة يعني ما اشوف انها مرة مهمة. كم بقي معاه 900؟ اوكي طيبة. خلنا نشوف عنده شيء. خلاص الحمد لله قوي نفسنا. شوف القوة حقتي صارت اطول. ما ادري خلينا نشوف رمح الحين بدنا نستخدمه. لا والله لسه ما بدي استخدمه، انه غريب والله.
والله صراحة ما أدري. خلاص 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 هنسيبه. أعتقد لازم أقوي نفسي بزيادة كمان، في أشياء لازم أقويها. أعتقد ممكن المهارة، أيوة المهارة أعتقد لو قويتها ممكن حبة راح أقدر أشيل الرمح. والله ما أدري، خلينا نشوف ذا إيش عنده. خلينا بس أشوف مثلا أقوي سلاح من الأسلحة ذي. لا والله ما معي من الأحجار. الخنجر ذا لا والله ما هو قوي، يعني حتى لو بقويه والله ما ادري. الدرع قوي والله ما اعتقد انه يعني مره مهم اصلا، ما معي الاحجار. خلو بس اشوف ايش عنده. السيف القصير، انا اللي معي سيف قصير. سلاح ده اشتريه ب 1500. والله اني خايف اشتريه شويه ما اقدر اشيله. والله انا ما ابغى ابدا، ما ابغى ابدا يا اخوان المكان الجديد اللي نبغى نروح له. يعني ما شاء الله معي منه 50، والله مره شيء حلو. ما ابغى ابدا المكان الجديد وانا معاه يعني من ارواح، عشان لو مت خلاص ماشي الهمها. فوالله نفسي كلها اشتري منها من الزراعات، عشان انا داري مصير راح اموت، عشان عارفين كيف. خلاص اشتري 6 من دي، صدقوني انا كذا بالسريع. خلاص خلينا نطلق نكمل اخوان باللعبه الحلوه دي. صراحة اللعبة مرة عجبتني، يعني صراحة أحلى لعبة تقريبا لعبتها من فترة. مرة صراحة اللعبة إبداع. أوكي طيب، يقول يعوقك ضباب كثيف وباهت فقط قتلت كبار الشياطين يستطيعون تجاوز هذه المرحلة. كيف كذا؟ طيب إذا الحين على فين أروح؟ والله ما ادري صراحة، ممكن جاء مكان ثاني. خلينا بس نرجع المركز، ممكن جت جهة ثانية ولا في شيء نفس لازم اسويه بالمركز. صراحة ما ادري، مرة ما توقعت الشيء ذا. خلينا نشوف، ممكن جت جهة ثانية. شايفين والله كنت متوقع أرض الحدادة. نروح نشوف. أعتقد لازم نسوي شيء المنطقة دي، عارفين؟ بعدين أظن راح نرجع للباب هذاك، أظن في شيطان هنا لازم نقتله. بعد ما نقتله نروح للباب هذاك. Hello there. Souls, souls. I trade fine goods for souls. والله درت عنده أشياء هذا، ورينا. اوه الحجر ده اللي مدري اقوي نفسي فيه، اللي مدري قصدي اقوي السلاح، والله مره مهم. يا الله صراحه نسيت انا انه باللعبه دي في اكثر من واحد بدك تشتري منه. It's a nice wee place. All mixed. I always knew you want to play. Don't you agree? خلاص صار. بقول ده مصير راح ارجع له. خلينا نكمل بالمنطقه دي. مره صراحه شكله حلو. لو يعني لعبتش صراحة شباب لعبة دارك سولز، كان في منطقة اسمها درينجن سيتي، كانت دي ال سي، هي اضافة بلعبة دارك سولز 3 تقريبا، كانت يعني تشبه المنطقة دي. تنزل من هنا؟ لا والله ما ضم داني. شو الطريق على فين؟ اكيد انه من هنا. خلينا نروح كذا شو. لا مو معقول انقز من هنا، مرة مو معقولة، ولا حتى من هنا. من هنا؟ اي والله من هنا. يوهو كيف كذا؟ اعتقد في شيء لازم نسويه هنا في البداية. ها الطريق على ورا. اوكي ايش مكتوب؟ العدو التالي عرضة للهجمات الدافعة. اوكي لازم ننتبه. السحر كمان فلازم ننتبه. والله اعتقد لازم اجري يوصل لين هنا. خلو يرمي. ستعس. ما في شيء هنا الا والله فيه. ما راح تجيني ان شاء الله. خذها حبيبي خذها.
لله والله جابه هنا. الحمد لله نشرت. طيب من هنا بدي اروح. بس ثواني شباب، في ختم جديد صراحه جبته. ارفع قدره حمل العنصر. والله ما ادري حظي من حظي في منها اغير. خلونا نحط السيف ذا. ما ادري خلونا نحط القوسره، ما ادري ليه سحب عليه. قوس حق اسهم ثانية مو ذي. يا ساتر والله جامدين. ما ادري ليه ما هاجم الى الان، غريبة صراحة. كان شرج لحاله والله. وجو كلهم ترى مصيبة. ما بطين يا سلام. في طاحنة غريبة والله. مرة جامدين. انتبه. طيب طبعا اعتقد ذول السهل تطعنهم. والله ما ادري صراحه، ممكن برضه من اللعبه نفسها ما تقدر تطعنهم. اشوف كلهم بدك تسوي شيء هنا. اعتقد الشيء ذا نزل تقريبا زي المصعد. بس والله ما ادري، خلوني بالبدايه اقتل ذولي. صراحة الضرر سووه يعني، شفت كيف؟ ما هو مرة كبير. انتبه. هدي كذا. لا صراحة زي ما انتم ملاحظين الحمد لله صرنا اقوى. انا بتبدا كمان. يا ساتر، شايفين الضربات ذي؟ هي زي ما تقول الضربة الثقيلة لبارتو. صراحة انا كنت ساحب عليه من بداية اللعبة، ما ادري ليه. والحين شايفين قاعد استخدمها بشكل اكبر صراحة، يعني الضرر قاعد تسويه مرة كبير. طيب تعال انت لحالك على بال ما يجي. خلنا نقتل ذا. معقول راح يجيني جيري؟ يعني هم مرة بطيئين. لا طيب خلونا نبدا بذا اللي معاه كيس. الله يستر. طيب اللي بعده الحمد لله انهم بطيئين. بيموت يا ولد. فيه يا سلام. نرجع لورا. اجرب السكك تسوي ضرر. والله مو مره كبير. عندي ذا. خذ لك كذا. يا سلام. صدقوا من بداية اللعبة وانا كنت يعني قاعد اعاني. والله ما شاء الله حجر خلاهم مرة كثير. كنت قاعد اعاني صراحة بال الضرر للدنيا الاعداء كله يعني مرة كان كبير. كان طلع فصراحة شايفين بعد ما قوت الحياة صار يعني الضربة يعني لما تجيني يعني ما هي مرة قوية الحمد لله. شايفين صدقوني اول ضربتين تقريبا ولا على طول انا ميت. لا شو الشيء ذا؟ يا ساتر. لا والله ذا مره جامع. انتبه. يا سلام ابلع المخيس. ديه كذا. ده كمان. الله ياخذه قدامك انا. الحمد لله معي منها مره كثير. خلاص ما في شيء. احنا مجينا من هنا بس بشوف انا متى اطلع لفوق. ولا طب خلو اقتل ذا بس. نوريكم السلاح الثاني صراحة ما هو زي ذا. شايفين كيف؟ لا تبتبه.
والله ده أفضل بكثير. شرط ذاك مرمي علينا جرابل. اوكي ونجي كده. صدقوا ما اعتقد ان بقطع عنهم دولي. والله ما ادري ممكن اكون غلطان. خلاص يوين ما بشي. خذ احروح من هنا. في واحد من دس هنا ان شاء الله من حاله. يا حبيبي طل فيه والله باك طل فيه. كان خلنا نرجع لورا وروق. لا هنا نكمل عليه هنا. لا والله شفته على خير. انت جاي في مكان هذا كمان. ندخل على نفسي. انتبه اكيد في واحد هنا ولا هنا. طيب الحمد لله ما في احد. والله ما ادري السلاح اللي بنستخدمه بس حتى والله ما اظنه مره قوي صراحه. زي السيف ذا اللي انا شاريه دحين ما في يعني افضل سلاح صراحه الى الان. ما ادري ممكن الرمح لما راح اقدر اشيله راح يكون اقوى ممكن. اوه الله ياخذكم. من ذي احاول والله قوه الا بالله. اقتلني ذا. حجيك الملعون دحين حجيك. والله احس حرام في القنابل. ان شاء الله دي ما تطيح. والله كنت حاسس انها حتطيح. بيستلمني بالقنابل دحين. طب بعدين كيف اوصل له انا؟ والله ما ادري. خليني الحين اروح من هنا. اعتقد من هناك. ان شاء الله ما يرمي علي قنابل من هنا. وعلى خير. طب هو فوق. اعتقد تروح كذا. فين؟ كيف تطلع؟ ما ادري. كانه في طريق ثاني. والله ما ادري صراحه. خلاص خليني اروح من هنا. هذا بلع راح يطيح كمان. صدقوني راح يطيح. طيب طب ما عليكم حتى لو طاح. لا والله ما طاح. الحمد لله. والله نفسي اجرب الاسهم بس ما اعتقد راح تسوي ضرر كبير. والله ما ادري استخدم القنابل. خلنا نستخدمها. تب تب تب. والله صعب اواجههم. صعب اواجههم وذا يستلمني بالقنابل ابن الذين. طيب طب راح اتجنبهم. كون اقتل ذا. وين في شيء لازم اسويه؟ نشوف كذا. حلو. طيب سكن البوب دي كيف نوصل لها؟ ترى لازم نرجع لفوق. والله ما ادري احس ذولي ما لازم اقتلهم. خلاص من هنا. اي انتبه. روح من هنا. اوكي في طريق ودنا على فوق من هنا. والله ما اظن فيه عبد العزيز. الله ياخذك من هنا بتطرق علي امزح معاك انا. خلني اروح من هنا. اعتقد من هنا. الحمد لله اللي هنا كمان كلهم قتلتهم. فين ده؟ فين هو شايفني بس فينه؟ اوه يا ساتر. طيب الباب قدامه بس انا نفسي اقتله صراحة. خلاص ما فوت شيء، ان شاء الله ما فوت شيء.
والله نفسي اعرف كيف اوصل له. شوف كذا في باب عنده. ايوه من هنا من هنا خلاص نزل له. عارفين كيف؟ والله اعتقد من فوق من هنا ان شاء الله ما اكون غلطان. فين 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 ده فينه؟ يقول لك انا سمعت صوت وحش. هذا ايش الشيء ذا؟ اشوف كذا. اوه الحجره طبعا مره يعني راح اقول السلاح بشكل كبير. خلنا نطلع لهنا. يا سلام الشاب دي راح تساعدنا بشكل مره كبير. يا لطيف والله ذول باين سريعين اللي هناك. ان شاء الله نروح لحاله ذا اللي هنا. طب ان شاء الله ينزل دحين. والله بلو نزلوا علي. عارفين اوه انتبه اخي انتبه. هديه هديه. نرجع لورا واروق. انا ما ابغى اموت. واحد كم من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. رجع رجع لورا. نعالج نفسي. هديه. طب باقي له خير بس. استغفرك اللهم واتوب اليك. هديه هديه خلاص الحمد لله مات. هذه الاشياء ذي اعتقد خلاص قدرتهم كلهم. والله هنا باين مره ما ادري يجي بس والله ما الشيء اللي قدامي مره طيب. اعتقد حد يلمس البركان ذا اللي تحت اظن على طول راح اموت. طيب طب واحد واحد هيا. يا سلام صدقوني ما توقعت تجي لحاله. هذول عاد سريعين شوي شايفين مو زي اللي قبلناهم في البداية. هذول اكيد راح يجي سوا. خليني سريع عدي كذا. لا يا لطيف الضرر. خلو بس نفسي زيد. يا سلام والله ما اعتقد انه بوس فايت مو معقوله. فخلو رحت من هنا. مشكلة كان في طريق زي المصعد ورا فوت. والله ما ادري انا قتل دوري. ناكلهم جو ونديه. ايه اللي بعده. يا السلام الاخير. والله الضربة دي مرة طيبة. وشوف الحجر قديش. صدقوا لو ارجع ذحين في الحداد اعتقد يعني انه اقدر اقول السلاح يعني بشكل مره مره كبير درجة يمكن بضربه واحده ولا على طول راح يموت الاعداء. شوف هنا في شيء. والله في طريق من هنا. شوف ادري ممكن طريق مختصه. اعتقد المصعد اللي تحت ايوه كان ممكن يطلعني على هنا. شايفين كيف؟ صدقوني الا فخلاص يعني مو لازم. هذا طريق مختصر عارفين يعني تموت خلاص يرعدوني من هنا. عارفين وادخل على طول من هنا. والله ما ادري صراحة هذا قتال زعيم. لا والله ما قتال زعيم الحمد لله. اوه والله يا اخي فجأة طلع لي كذا. ديه تب تب تب. خلونا ناخذ حبة من دي. والله الصراحة يعني
الأعداء اللي قتلتهم يعني بداية الحلقة في ذوك ورتهم وردهم إياهم زي القليتس تقريبا ساعدوني بشكل كبير يعني غيروا لي صراحة شكل اللعبة ولو كنت تصدقوني هنا راح أعاني بشكل كبير لو في احتراية تبتبه طيب طيب عندنا اثنين هنا شايفين الضربة دي اللي زي كده هاي تقريبا ضربتين شايفين على طول ننهيهم ما لو بقع بسيدي شوف قد ايه صراحة نجي شيء مرة حلو اني اكتشفت الشيء ده انه الضربة دي تسوي ضرب مرة كبير والله ما ادري صراحة السلاح ذا اتوقع انه ما راح اقدر استغني عنه يمكن السيف اللي معاي حتى لو لقيت سلاح ثاني يعني ممكن السلاح ذا راح ارجع له ديه المفروض يوقف الحبة من ديه لا والله مرة كثيرين يا حبيبي اللي رمص خور كمان خلنا نخطب البداية اروح من هنا ان شاء الله ما يطيح ادعس يا حبيبي ادعس من جيت انا خلنا ناخذ الحبة من دي والله ما ادري صراحة اعتقد مبرمج من اللعبة انه لازم اطيح لكن داعس صراحة بس لكن ما ادري ليه صراحة طاح والله ما ادري دحين بدنا نوصل الاشياء هذيك ولا لا واضح الاشياء الحمد لله قدرت الاعداء كلهم اللي هنا اشياء والله اعتقد بعدين لما اطلع من فوق كذا انزل لها يا سلام تعلي ايوه ان شاء الله لحاله اعتقد مدى في شيء مدى اطلقوا عليهم والله مشكلة ضربة واحدة اعتقد عطو راح تنهيني راح اخذكم في طريق من هنا مشكلة دول السريعين عارفين يا سلام بتعلي اعتقد هذه افضل طريقة يعني اقتلهم فيها يو هنا 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 لا والله صراحة شكل النار باللعبة دي مرة حلو فين الطريق اللي نحرق فيها صراحة مرة حلوة نجعل هنا اجري والله الصخرة دي اعتقد جت فيني راح تسوي ضرب مرة كبير انتبه طيب اعتقد بدنا نروح كلهم ها والله ما ادري لا انتبه خلونا بس اقوي نفسي حبه ايوه من هنا ما يمديك ترمي عاد جنبك انا الحمد لله والله ما كنت اتوقع ترى توقعت حتى وانا قريب راح يقدروا يرموا علي بس الحمد لله ما رموا يا لطيف ضربه واحده شوف قديش شرت لي ام الاستم صراحه فلازم انتبه اوه خلينا نشوف الدرع ذا ما اعتقد بدنا نستخدمه والله قص حسما منه فايده لا والله مداني يا سلام خلينا نشوف ليه يا اخي اجري اعتقد لازم انقص اشياء ممكن كيف كذا انقص يا اخي ما ابغى انقص شيء والله ما ادري السلاح ذا احسه غبي صار ما يمدي ينزله طيب طب خلاص خلينا نشيله نحط القوس اعتقد لو قوت اللي هي الحياه زياده ولا الستامنا نفس اعتقد يعني اخوان خلاص يعني بدنا نشيل اشياء ثقيله ما ادري الصراحه ما كان في اعتقد زي دارك سولز اعتقد هذه بس بديمن سولز انه يعني تشيل هم الاشياء الثقيله
فيها. طب بس ارجع هنا ربك ما تقدر تاخذ من هنا. لا 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 ما بدك. خلاص يا اخوان نكمل. ان شاء الله ضم يطيح. خلونا نبدا بذا دي. والله قوت الابله صار دم الفن طالع. مشكلة ضربتهم صراحة ما ادري اذا بدك تتجنبها ولا لا. والله ما شاء الله معي مديم مرة كثير. صدقون يعني من مصدق انه معي قد كذا. اعتقد راح اخذها بسرعة. فين كيف؟ لا ما اتفقنا في اثنين هنا. طب انا جيت من هنا اوكي. مو معقولة بيحشكوني من هنا. اثنين يروحوا من هنا واثنين يروحوا من هنا. لا الحمد لله نهيته. اللي بعده طب في واحد كمان هنا خلوه يجي. راح برا سوء مره قليل. اعتقد لو ما قويت نفسي صدقوني ما راح الضرر السوء لي ما راح يكون قليل زي كذا. راح يكون اكبر من كذا بس الحمد لله قوت نفسي. فاللعبة دي صراحة كل الالعاب اللي هي من شركة فروم سوفت وير هذه الصعبة بما فيهم كمان نيو عارفين الالعاب هذه حدك تقوي نفسك خذوها صراحة من مجرب يعني. تصير مرة سهلة هي بس البداية. ناس كثير عن يسحبوا على الالعاب دي وكرهوها عشان بس البداية. بداية ايوه راح تعاني بس اكد قدام صدقوا راح تصير يعني مرة مرة سهلة. خلاص ما في شيء. كنا نبدا. اوه ذول مسلحين. انتبه. دي كذا. والله اعتقدوا معايا الرمح عشان كيف يدق حيوصل. يعني من بعيد عارفين خلاص كذا من بعيد وراح انهيهم. فاعتقد الرمح لو يعني لما راح يجي الوقت اللي راح اقدر استخدمه فيه يساعدني يعني مره بشكل كبير. انتبه انتبه مره ما ابغى اموت هنا. شيك بوينت مره بعيد يا اخي. ايش الحواله دي حرام عليك. والله ما كان كذا الحمد لله. والله جمعت حجار ترى مرة كثير الحمد لله. هذا اللي هنا كل هذا واحد من ذولي بس هذا معاه كيس. اوكي هنا هنا تعال تعال. ايش بين اللي في ذا؟ ديه ديه الحمد لله انا هنا. ما ادري كيف صراحة راح نستفيد. طبعا شيء مهم. خلاص نحمدنا نروح اللي هو عارفين جهة البركان. خلاص سمدنا نمشي بس ما ادري من هنا. اعتقد مختصر بس والله ما ادري صراحة الاشياء دي اللي فوقي وانا يعني يبغالي اخلي القوس عارفين عشان بس اشر لكم كي تفهموني الاشياء هذه عارفين اللي هنا صراحة ما ادري كيف اوصل لها. ما ادري اطلع لفوق من هنا والله اعتقد ما ذاك بس كيف نوصل هنا. خلوني ارجع لهنا. ما تدري ممكن يعني الدرع قوي ولا اشياء ممكن نستفيد منها. كيف اجي هنا؟ ايش يوم اروح من هنا؟ والله الاشياء اللي تحت ذي ها هذا البركان اللي طفناه. فخلاص الحين لعله نروح من عنده بس ما ادري والله الاشياء ذيك نفسي اوصل لها صراحه بس اوكي. ايه هالاشياء ذي انتبه. نروح من
هنا أتعس. جيت من هنا بس بعرف والله ما ادري جيت من هنا ولا لا. الشيء ذا صراحة ما ادري كيف اوصل له يعني باللعبة دي، ما اظن مدى ينقز والله ما اظن مدى ينقز. ها من هنا اوكي اوكي. لا كيف كذا؟ والله ما ادري صراحة. رحت من هنا ما راح استفيد شيء. والله ما ادري صراحة يا اخوان، خلاص خلينا ننزل بس. نروح من هنا. ما ادري ممكن الاشياء هذيك اجيبها من هنا. عارفين ممكن هذا الطريق الصحيح. الاشياء هذيك اللي فوق لحول اجيبها. نشوف ما ايش فيه. اوه خاتم قمة السم. والله ما ادري اذا رحت مكان سام وبا اني قريب راح اروح. اكيد راح احطه. خلاص ما في شيء. اوكي ما في شيء. لا خلاص. لا هذا حبايه حتنفجر. هاي الجيران الاخيرة. والله صراحة تصميم. اوه تابع يا اخي كيف تسوي له ضرر دي؟ والله يا حرام. ادعس ادعس. كنت بعيد عنها والله صراحة. شيء غريب والله. الله يستر كان الزعيم وراه. اروح الحين اخش فيه. قدامك انا الله ياخذك. لا والله ضر السويم مرة كبير. الله ياخذك. اديه اديه. انا حط السلاح الضعيف ذا. هذه فرصتي. شخصيتي على الضربه دي واحده كمان. خلنا نجي هنا وعالج نفسي. والله مره مزعج. يا اخي نموت وريحنا. ديه بسم الله ما شاء الله. هو المكان عارفين المكان اللي فيه بس ولا تقولي ما هو مره صعب. طيب طيب بس الحمد لله مو الزعيم. خلينا نشوف السروال ذا. والله اظنه مره ضعيف. لا لا صراحه كلنا نرده. في شيء خلنا نشوف بس. طلعت في شيء. خلاص خلاص نكمل. اعتقد قربنا من الزعيم. والله صراحة ما ادري اذا راح اقدر اقتله بالحلقة دي او ممكن الحلقة القادمة. راح احاول صراحة بالحلقة دي ان شاء الله راح اقدر. واحدة كمان الحمد لله. يعني صراحة انا احاول بكل حلقة اقل شيء اقتل زعيم. بس ما ادري صراحة عن الزعيم ده يعني طولنا صراحة يعني لما نوصل له. العادة على طول صراحة وصل الزعيم. بس مرة حلو صراحة الجهة دي زي المنجم كذا عارفين. ناخذ الأشياء دي. ها والله كان السلاح رهيب. وممكن من الأشياء اللي أرميها والله ما أدري.
والله سلاح رهيب بس ما بدي استخدمه. اوكي بالله صراحة شباب اللي يعرف يعني ما ادري صراحة القوة عندي 20. انا اعرف بالالعاب دي يعني لما سلاح ما بدك تشيله يعني ممكن القوة حقتك يعني ما هي قوية بما فيه الكفاية، بينما انا قوتي يعني 20 او ما ادري 25، فما ادري صراحة يعني ليت اللي يعرف يعني ايش لازم اقوي بالضبط يعني ليت يقول لي بالكومنت. انا اتوقع انه ممكن اللي هي السكيلز يعني المهارات لازم اقويها شيء زي كذا. اشوف ادري ما بدي احرك هذه. اها خلاص هذا هو المصعد ايش بينه. فما ادري الصراحه ليش الاسلحه دي ما بدي اشيلها، انا قوت نفسي يعني قال لي عقلي انه خلاص يعني اي سلاح بدنا نشيله، بس ما ادري صراحه شيء غريب. بس ان شاء الله يعني قدام اللي راح اقدر اشيل الاسلحه دي كلها. والله ما ادري الصراحه بعدين حروح للزعيم. والله الطريق له ترى ضم مره يعني طويل. خلينا ببدا اروح من هنا. في وحش هنا احنا في شيك بوينت هنا عارفين ارجع وقوي السلاح صدقوا راح اقدر عليه بسهوله. لا شوف ذاك طيب انا ادور الزعيم نجرب كذا. انا هو اي زعيم صراحه بالبدايه لازم افهمه. خلونا ندخل العنكبوت المدرع. انتبه راح ياخذ ابو البطه اللي فيك. يا لطيف هو نفسي والله اعتقد معي النار عارفين. انتبه انتبه مدري ايش بك قربت زياده. انا انتبه لا والله انا جت فيها مصيبه. اشرد يا ساتر والله مره النار رهيب. لا راح ياخذوا قلب سبيدر مان ذا. صدقوا لي ما اظنه مره صعب، بس ايش لازم افهم بالبدايه. دي كده اللي جت فيني. كذا جت فيني الحمد لله. مرش دحين. تشرد. صدق اقول كم ضربة من ذي. في من الطيبة ذي. على طول راح ننهي ان شاء الله. لكني ما اقدر اتجنبها صراحه. انتبه لا جت فيني بسوي شيء. شوف نعلي نفسي افضل. دي كذا والله اخويكم خربها. اديه لا مو معقولة. لا لا حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حرام والله العظيم حرام.
حرام حرام اللي صار، والله حرام. طمع، استغفر الله واتوب اليه. طيب طمع لك في طريق مختصر. اوه خلينا نروح اكتشف ذا. طيب جات خير ان شاء الله. والله حرام كان بقي له بس ضربه واحده من ذي. سكنة طمعت انا، الله يهديني. خلاص ضربتين بس وراح ننهي ان شاء الله. اوكي ننهي. خلاص ننهي. سلموا هذا اللي نبيه. الحمد لله هنا. نشوف هنا في شيء هنا ولا بدي اروح هناك. خلاص نشوف هنا في شيء. طب يا اخوان انا راح انهي الحلقه هنا، سكن قبل ما انهيها. خلوني شو اسمه، خلوني ارجع فين منطقه رئيسيه. خلني أقول نفسي إن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. صراحة الحلقة دي يعني ما مت إلا مرة واحدة، عارفين يعني زي ما أقول لكم الألعاب دي حدك تقوي نفسك تصير مرة مرة سهلة. فدحين خلني أقول نفسي بس. والله صراحة أشوف الحياة أحطها بالحياة أفضل. خلاص مرة قريب نقوي نفسي مرة ثانية. بس خلوني أجي هنا كمان. أعتقد إخواني ما داني أقوي السلاح ده. أشوف كذا. أعتقد كذا نخليه أقوى. والله كذا يصير 96. والله ما أدري صراحة كذا حيصير أظن سام ممكن. يلا خلاص خلنا نقوي. نقوي زيادة. اوه والله متاني مو على الحجارة دي، ما شاء الله جمعت منها مرة كثير. يا ساتر تمزح انت، متاني كمان زيادة. والله السيف ده حيصير مرة مو طبيعي ترى. والله خلوني قوي كمان. يعني انت شفتوا كيف يعني من غير ما قوي يعني الضرر حقه صراحة طيب. قبضة الحديدية ذي والله ما اظن سلاح قوي. فاكيد خلاص نحن صرنا نقول الحمد لله بشكل كبير. فانا صراحة شوف راح ننهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. السلاح حقنا ذا اكيد الحين صار ممكن من ضربه راح ننهي الاعداء. فالله يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله راح نكمل الحلقات القادمه. انا باذن الله الحلقات هذه حنزلها يعني تقريبا كل كم ساعه حلقه. فاتمنى يا اخوان ما تحرموني من دعمكم. وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.